نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند الخروج من العمل وبسبب الزحام الشديد تصادفني صلاة العصر كل يوم وأنا بالطريق، فهل يجب علي أن أبحث عن مسجد أو أن لي أن أصليها إذا وصلت إلى المنزل؟ لا، إذا استطعت أن تصليها في المسجد يجب عليك ذلك مع الجماعة في المسجد، يجب عليك. إذا كنت ما تستطيع أن تصليها قبل وصولك إلى البيت فتؤخرها إلى البيت. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.